مساء الخير، صباح الخير. انا اسمي ايه. توهان. انا وانا صغيره كانش عندي صحاب خالص. لو اخويا كان عنده صحاب كتير قوي وانا ما عنديش صحاب، فكنت بتضايق وساعات كنت بغير منه، اللي هو ليه انا ما عنديش صحاب. ممكن يبقى صحاب. انا ايه. كنت بتنقل من جروب لجروب، وبعدين خلاص بقيت ثانوية عامة بقى عندي صحاب حلوين. وبعدين دخلت الجامعة. فكرة ان انا ادخل الجامعة واروح مكان جديد، ده كان بالنسبة لي، انا ما بحبش التغيير بسرعة. انا عندي مشكلة ان انا ما بعرفش انطق حرف اله، بقوله ح، بقول حروح، حجيب، هعمل كده بالظبط. ده اللي بيحصل طول الوقت، الناس كلها بتتريق عليا وبتضحك، مش بعرف ليه. عادي بخاف من اي حاجه بتتحرك، بخاف من الكلاب، من الشجر، لما اغلب الهواء لما بيحرك الورق، بخاف من القطط، من الطيور، من البني ادمين في بعض الاحيان. امبارح كنت عند واحده صاحبتي وعندها كلب وحابسينه عشان انا بخاف منه، مجرد ان هو قعدت اعيط، بمعنى الكلمه قعدت اعيط. فاللي هو ما بحبش الحاجات اللي بتتحرك. بحب الحاجات القديمه. نفسي اشتري جراموفون بس. الكلب وهنا عندها كلب بيدخل جوه الجزمه، صغير جدا، شيواوا لسه موجود ما بقالوش كتير، برضه بخاف منه. خلوش يقربلي. قد الكف والله. عايزه تشتري جراموفون؟ عايزه اشتري جراموفون بس مش عارفه ممكن اشتريه منين، لو حد يعرف ممكن يساعدني. زمالك. اوكي. عندي في ست ستارز في احد دور، في محل بيبيع حاجات قديمه دي، في عند ليك في شارع طلال رشيد. ممكن بقى تسيب الكلام ده كله وتنزلي سوق اللي هو تحت كوبري، تحت كوبري بتاع انت رايح. هو ده بيجيب لك من الاخر، وده بيجيب لك الحتت اللي في مصر الجديده، ده يجيب لك من الاخر. اوكي انا معاك عشان تجيب لي من الاخر. انت مره جبت اختك في درب؟ انا اختك في تجاره، وانا شفتها مره كنا في الامتحانات، بس هي كنت عايز اجري عليها اقول لها هاي بس كسفت. كان معاها اصحابها. اختي مش اختك في الدرس؟ لا استنى، اختي في الدرس. عين شمس. شفت؟ هو انا ما عنديش اخويا. هو انا غير الناس كلها، انا بحب التعليم وبحب المذاكره، انا فعلا بحب المذاكره. وما كنتش عارفه ادخل كليه ايه. اخر حاجه كان نفسي ادخل طب، كنت هموت وادخل طب. طب السنه اللي فاتت كان ب 100.1 وانا كنت جايبه 93، فاللي هو مش نافع. فاللي هو هجيب ايه؟ هدخل ايه؟ مش عارفه ايه؟ خالتي قالت لي خشي تمريض. انا ما كانش عندي مشكله، بس فكره ان المجتمع انت بتشتغلي نيرس. اوكي. دخلت تجاره و يعني مبسوطة، الناس مش لطيفة. أنا في الجارة فرنسية فدفعتي 50 نفر، فاللي هو لما بتعمل كده الناس بتعرف إنك عملت كده، فدي مش حاجة كويسة. وأنت عايشة في مجتمع لو عملتي كده الناس كلها بتتكلم كده. ففكرة إن الناس بتقعد تتريق، بتقعد تحكم، بتقعد تعمل، دي مش حاجة كويسة. أنا مختلفة عنك وأنت كمان مختلف عني في طريقتك، في أفكارك، في كل حاجة أنت بتعملها، فبلاش نتريق على بعض. انا كان ممكن اتريق عليك. فبس هو ايه تاني؟ ما عنديش موهبه. خلاص؟ اوكي. مفيش حد ما عندوش موهبه. ما عنديش لا او ما اعرفش يعني ايه ما اعرفش. حاولت اتعلم الخياطه ما عرفتش. تطريز ما عرف يعني بعرف بس اللي هو وبعدين. بحب اقرا بس بطلت. ما بقى يعني كنت بعرف ارسم زمان ما بقتش اعرف. كده كويس انك تبقى عارف حاجه انت بتعرف تعملها. انا ما عنديش حاجه معينه بعرف اعملها بيرفكت، ده مفيش. بس شكرا.